اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من الليل والليل من خلق الله؟ من أهم مطالب المسلم في الدنيا التعوذ بالله تعالى من الشرور في الدنيا والآخرة، وإن طلب الاستعاذة بالله تعالى من معالم الإيمان، فطلب الاستعاذة هو برهان على اليقين بوحدانية الله سبحانه والإيمان بقدرته عز وجل على دفع الشرور. فقال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والمسلم يؤمن بأن النفع والضر بيد الله تعالى، ولذا يلجأ دوما للدعاء تذللا لله ملك الملوك، طلبا للنفع والمصالح ودفعا للشرور والآفات. والدعاء عبادة جليلة أمر الله تعالى بها وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من شر الليل، لأن في الليل تخرج السباع من آجامها، والهوام من مكانها، ويهجم الصارق والمكابر، ويقع الحريق، ويقل فيه الغوث. ولذلك لو شهر سلاحا على إنسان ليلا فقتله المشهور عليه لا يلزمه قصاص، ولو كان نهارا يلزمه، لأنه يوجد فيه الغوث. وقال قوم: إن في الليل تنتشر الأرواح المؤذية المسمات بالجن والشياطين، وذلك لأن قوة شعاع الشمس كأنها تقهرهم، أما في الليل فيحصل لهم نوع استيلاء. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال عبد الله بن عباس: الليل إذا أقبل بظلمته من الشرق ودخل في كل شيء وأظلم، والغسق الظلمة، ويقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم. ومنه قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والوقوب هو الدخول، وهو دخول الليل بغروب الشمس. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب، هو أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة، وفيه تنتشر الشياطين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين، ولهذا قال: كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة، أو فورة العشاء ساعة تهب الشياطين. الأدب المفرد. وفي حديث آخر: فإن الله جل وعلا يبث في خلقه في ليله ما شاء. صحيح ابن حبان. والليل محل الظلام، وفيه تتسلط الشياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار، فإن النهار نور، والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة وعلى أهل الظلمة. ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير. ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم، والشياطين تجول وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيها. وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع، وهو فيه أثبت وأمكن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من آيات القرآن توضيحا له، وسنته كلها هي من الوحي أيضا. وفي هذا الحديث يفسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن، حيث تحكي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة، استعيذي بالله، أي التجئي واحتمي بالله من شر هذا، أي من القمر، فإن هذا هو الغاسق، أي المذكور في الآية، والغسق أول الليل. والغاسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقب، أي دخل في ظلامه، وقيل إذا خسف فاسود، فكأنه صلى الله عليه وسلم ينبه على خسوف القمر، وأنه آية من آيات الله تنذر بحدوث بلابل وأهوال، وتذكر بيوم القيامة.
وبيان أن الغاسق هو القمر، وفيه الأمر بالاستعاذة من الغاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. فقال مجاهد: غاسق الليل إذا وقب، غروب الشمس. حكاه البخاري عنه، وهو قول ابن عباس والضحاك. وقال الحسن وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه. وقال الزهري: الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة: إذا وقب، الليل إذا ذهب. وقال أبو هريرة: ومن شر غاسق إذا وقب، الكوكب. وقال ابن جرير وآخرون: هو القمر. وقالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، وقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. وأما في قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، قال مجاهد عكرمة: يعني السواحر. فقال مجاهد: إذا رقينا ونفثنا في العقد. وفي الحديث أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل شر حاسد وعين الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه صلى الله عليه وسلم حين سحر، ثم عافاه الله تعالى وشفاه، ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم. وقد روى البخاري في كتاب الطب من صحيحه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. فقال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق حليف اليهود، كان منافقا. فقال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان. قالت: فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه بئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. فقلت: أفلا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد أشفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. أخرجه البخاري ورواه مسلم وأحمد بمثله. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.